هاي. مثل ما بتعتبر الزيادة السكانية مسألة تجبر الدول على اتخاذ إجراءات خاصة، في دول بتعاني من قلة نسبة المواليد بالمقارنة مع عدد السكان. هالشي بيدفع حكومات هالدول لمواجهة المشكلة بطرق مبتكرة لتحفيز المواطنين على الإنجاب. فترة الستينات كانت أسوأ فترة مرت على رومانيا، نسبة زيادة المواليد كانت 0% بسبب الأحوال المعيشية الصعبة، ففرضت الحكومة الإنجاب بشكل إجباري، وكانت الشرطة تصطحب النساء الحوامل على المستشفيات للإطمئنان على صحة الأجنة، وتم تخفيض الضرائب بنسبة 30%. لتشجيع زيادة عدد المواليد قدمت الحكومة السوفيتية المركزية بروسيا أوسمة الشرف يلي بتمنح للجنود بساحات المعارك للأمهات يلي بيجيبوا 5 أطفال، وأوسمة تانية للأمهات يلي بينجبوا 6 أطفال. مين قال إنه كوريا الجنوبية قللت عدد ساعات عمل الموظفين بكل قطاعات الدولة لتحفيز الإنجاب؟ أنا قال. بشوفكم بكره.